الحقيقة معسكر بيتميز عن غيره من العديد من المعسكرات الأخرى. المجموعة الموجودين هناك بيصحوا بدري، بيمارسوا تمارين رياضية، بيأدوا بعد كده تحية العلم، وبعدين بينطلقوا إلى مجموعة من الورش، كل منهم على حسب ميوله وعلى حسب قدراته وعلى حسب أهوائه، وكل ده بهدف بناء الشخصية الإعلامية الفاضلة. هل فعلا ممكن نبني شخصية إعلامية فاضلة، ولا ده لازم تعيش أيضا في المدينة الفاضلة؟ نشوف التقرير. كن أمينا، هكذا ستغير العالم. الإعلامي قائد وقدوة، النجاح في الحياة قصة حب. بهذه الشعارات يبدأ رواد ميديا توبيا معسكرهم دائما، وسط حالة من التفاؤل والأمل في إعلام أفضل. أنا شايف ميديا توبيا هي ثورة الإعلامية، زي ما كان في ثورة لتغيير نظام الحكم، فميديا توبيا هي ثورة لتغيير الإعلام في مصر. يعني الحاجة اللي بتخليني أملك أدواتي في الإعلام بما أني لسه ما دخلتش الجامعة. ميديا توبيا بالنسبة لي أسرتي التانية، بلاقي نفسي في وسطيهم. كل كيان أو كل مبادرة في ميديا توبيا بتمثل لي حاجة كبيرة جدا يعني في حياتي. ميديا توبيا بالنسبة لي هو التغيير في الوقت الحالي للإعلام بنشوفه ينحدر. احنا دلوقتي محتاجين نغير الإعلام، فتبدأ من هنا من ميديا توبيا. الخطوة الأولى في تصحيح مسار حياتي. هي بتعلمني الآلية ان انا ازاي اغير الإعلام بتاعي للأحسن. بدرس صحافة في الجامعة، بس انا باخد هنا ورش صحافة حقيقية، يعني بتعلم صحافة بجد، بنتج مجلة بجد. نشاطات متعددة تميز معسكر ميديا توبيا عن غيره من المعسكرات الأخرى. يستيقظون كل صباح لممارسة التمارين الرياضية وأداء تحية العلم، ثم يبدأون بالانطلاق إلى ورشهم، وكل مجموعة منهم لها ورشة خاصة تتناسب مع قدراتهم، وكلها بهدف بناء الشخصية الإعلامية الفاضلة. اللي احنا بنعمله دلوقتي أفكار مثالية، لكن أجمل ما فيها أن الفكر المثالي بيتطبق على أرض الواقع. الشباب هم موجودين بيتعلموا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي حالا، منضمين لأكثر من ورشة بيتعلموا إزاي يتعاملوا مع الإذاعة، إزاي يتعاملوا مع الأخبار المقروءة، إزاي يتعاملوا مع الأخبار المسموعة، إزاي يتعاملوا مع غرف الأخبار وينتكوا برامج تلفزيونية وجولات إخبارية تلفزيونية بشكل مبسط، لكن على الأقل بيتعلموا الأساسيات. بذرة مجتمع ميديا توبيا زرعت منذ عام في المعسكر الأول وتلاه الثاني والثالث، وها هم الآن يحتفلون بمرور عام على حصادها، ليكون الحصاد أنشطة مختلفة لشباب الإعلام وإبراز دور الصم وضعاف السمع في المشهد الإعلامي، وإشهار هذا الكيان كمؤسسة رسمية. إن شاء الله نحولها لشكل مؤسسي، لأن أنا سعيد جدا أن المجموعة دي متفاهمة وفي كيمياء جميلة كده بينها، فأنا واثق أنه أي عمل ناجح هيجمع الشباب دول هيبقى عمل غير مسبوق، فإن شاء الله نعمل ده قريبا جدا بإذن الله. شباب يعرف رسالة رافعا شعاره، لم يجتمعوا صدفة، آملين أن يكون نهاية سعيهم انتصار.